حد الان شفنا جائزة سلبيه حتى اليوم في الصباح داك الدري البقالي جاب ميداليه ذهبيه وقال الوحيده اللي غتكون في هذه الاولمبياد كامله على حساب السيده ديال الجامعه ودوك الدريم ساك اللي قالوا مهمشينهم وداك المشاكل الاول اللي طراو ديك الدريه فاطمه الزهراء اللي كتعرف تيكواندو حتى هي هاد العام ما عيطوش عليها. بالنسبه لخويا الجامعه لحد الان ما كاينش شي نتائج اللي كتعطيك تكوراجي الدري بزاف ولا تخلي الواحد يزيد لقدام. اغلبيه الناس كانوا كيتكوراجيو راسهم براسهم كيتعينو راسهم شي دعم ما كاينش اخويا تقريبا ولا كتشوف النتائج كيف كت لا دعمتي الدري مزيان وجيت تفرج فيه راه غيجيب لك ميداليه ذهبيه في الضيان وحاسيه ما دعمتيش داير ما غتشوف عندنا شي حاجه. النتائج اللي كتخدم لها الجامعه راه كتشوفها في الاخر يعني وكان شي حاجه اخرى اخرى للقوة تقريبا اخي حيت ولد الشعب هو اللي البوفري هو اللي كيتقاتل كيبغي يوصل فهمتي كيبغي يحقق الحلم ديالو يعني الا عنده كيشوف وراه كيلقى ما كاين والو يعني خصني نوصل خصني نتقاتل باش نوصل عندنا واحد النتيجه زوينه. كيبقى لي توا ولد مدينه فاس عائله عريقه ما ماشي شي عائله ميسوره ولكن الحمد لله بعدا هزينا الدرابو بعدا شفنا ذهبيه ما كناش غنشوفوا حتى شي حاجه اخرى تقريبا من حنا ما يصر في الميداليات متوازنين معاهم زعما حنا الاولين قارين في افريقيا تقريبا وهادشي كيشرف ولكن باغي شي حاجه ما احسن ما اكثر اخويا كتشوف ما كناش 600 ذهبيه ولا 5 ذهبيه اولمبيه شرف بينا وشرف البلاد اخي. الصراحه اخويا انا دابا اليوم في الصباح فقط جيت ريحت في القهوه شربت واحد النوار جات عيني في هذوك الاولمبيات تيبان لي بنادم بريباري يعني لمده طويله تيبان لك بنادم راه عام عامين تيبريباري اخر حاجه سمعنا على الجامعه قال لك هما 3 شهور الاخر عاد بريبارا ولات الاولمبيات. تفرجنا في هذاك السباق ديال حمزه البقالي ديال 3000 تبارك الله ديك الدري غادي ما عرفناش المغاربه كاملين معاه تبارك الله عرفنا هو الوحيد اللي هز بالدراب وجابنا ديك الذهبيه الوحيده اللي غنشوفوها واقيلا هذا العام هذه. وهذا ميساج اللي بغينا نوصلوا للناس اللي تيشوفوا هذه المستويات الضئيله ديال هذا المنتخب هذا يديروا شي تاويل لولاد الشعب يديروا شي تاويل لولاد الشعب راه كاينين ابطال في ولاد الشعب وكاينه جينيراسيون كبيره ديال ولاد الشعب تضيع وبغينا نشوفوا بزاف د الحوايج وهذا الشيء اللي كاين اخويا المرضي. خويا هذا العام الاخفاق او الملاكمه الدور الاول السباحه الدور الاول القوى الدور الاول فين غادي؟ ما كنا على الاقل كنا كنديو الميداليات في الملاكمه كنديوها في العاب القيوق والو هذا العام صافي. اليوم البقالي جاب ميداليه ذهبيه. اول واحد جاب ميداليه ذهبيه في العاب القيوق. معجزات والله اخويا لا معجزه بالله. اش نقول لك والله لا معجزه. والله يوفقهم اخويا انا بغينا اليوم يربحوا. وين ما يزور راه الفوق وصافي الله يرحم لهم الوالدين. كاينين دراري تبارك الله زوينين وكاينين شي دراري ما ناقصين شويه والدراري هذو اللي ولاو جداد تبارك الله هما اللي ولاو مزيانين تبارك الله بحال الجري كاينين واحد دراري تبارك الله مزيانين نسيت على الاسم تاعهم وفي الرياضه ديال البوكس واحد الدري والدرب غلا فرش تبارك الله راه غادي مزيان وكنقدم لهم الشكر تاعي الخالص الناس ديال الرياضه كاع كاملين. ديال شحال هذه كانت واعره بزاف كانوا فيها شي نجوم بزاف عالميين بحالنا هو المتوكل هشام القروش. اولا المشاركه المغربيه كنعولوا الا على العاب القوى المغربيه هي اللي تجيب لنا شي ذهبيه ولا فضيه ولا نحاسيه. هذه اول ذهبيه للمغرب ونتمناو من الله في الالعاب الاخرى بعض الالعاب الاخرى ان شاء الله بحال الجيدو ولا جيدو ولا المسايفة ولا شي رياضات أخرى يجيبوا إن شاء الله بعض الأبطال يحققوا شي ميداليات إن شاء الله كما دار الأخ البقالي.